سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضيفه الكريم السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين. السلام عليكم. انا هستاذنكم في دقيقه واحده بس ان احنا نقف دقيقه حداد على روح الشهيد اللي سقط امس والمصابين، فهستاذنكم ان احنا نقف دقيقه حداد لو سمحتوا. تفضلوا استريحوا، تفضلوا. العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح اللي بيعتبروا أكبر جامع وكاتدرائية في مصر ومن أكبر دور العبادة في الشرق الأوسط والعالم كله. الليلة حدث مهم وغير مسبوق وجه في وقته عشان يأكد على قيم ومبادئ محفورة في كياننا كمصريين، وقيام سيادة الرئيس بافتتاح الاثنين في نفس اليوم تزامنا مع عيد الميلاد المجيد واحتفالات السنة الجديدة بيبعت رسالة مهمة جدا للعالم كله، وهي أنه مصر وطن للجميع. مصر مهد الأديان ما زالت على عهدها في حمل الأمانة والتأكيد على التسامح الديني والتعايش السلمي بين كل أبنائها. أنا بصراحة مش هكبر الموضوع لأنه ده الوضع الطبيعي، ده العادي والمتوقع من مصر قيادة وشعبا. اسمحوا لي أتكلم بشكل شخصي لثواني محدودة، مش بس لأني مقدمة الحفل الليلة، لكن كمان علشان أنا مواطنة مصرية فخورة جدا ببلدي وبكل الخطوات اللي بتخطوها الكبيرة والسريعة علشان تنهض وبتواجه كل التحديات. الليلة إحنا بنحتفل ببلدنا وبكل القيم والمبادئ اللي احنا تربينا عليها. احنا تربينا نعيش مع بعض في محبة وسلام، نسيج واحد. كلمة مسلم أو مسيحي مش موجودة في حياتنا ولا في معاملاتنا اليومية، وده لأنه مصر اللي احنا بنعرفها ما بتفرقش أبداً بين ولادها. مصر احتضنت الأديان على مر تاريخها، ذكرها الله في كل الكتب السماوية بالخير وبارك شعبها اللي هيفضل دايماً إيد واحدة ليوم الدين. مصر وطن لشعب واحد بيعبد رب واحد، هو محبة، هو رحمن، هو رحيم، هو الفتاح، هو العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. في يوم وليلة مولده الكريم، اليوم ونحن نفتتح رسمياً أول إنجازين على الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك يشهد الآن الكثير من الإنجازات على هذه الأرض في العاصمة الإدارية. نشعر كلنا بالفخر، نشعر بالفخر إن عندنا أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وواحد من أكبر المساجد ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن كذلك في العالم. الحقيقة فرحة وفخر جوه قلبي كمصري وبالتأكيد جوه قلوب حضراتكم جميعاً، ونفس الفرحة ونفس الفخر موجودة دلوقتي جوه قلوب ناس كتير حول العالم محبة للسلام ومحبة للإيمان. الحقيقة هي مش موجودة معنا الآن في القاعة، ولكنها كانت حريصة كل الحرص إنها تشاركنا فرحتنا الليلة. بيسعدنا إن نحيي أحبائنا كل الشعب المصري وأحبائنا أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأس قداسة البابا توادرس، والتحية كتير كبيرة للسيد الرئيس السيسي مع الشكر الكبير على أنه تكفل
بإنشاء الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة الجديدة، كاتدرائية ميلاد السيد المسيح. هل اليوم عم بيتم تدشينها والاحتفال فيها؟ أتقدم بتهاني القلبية إلى قداسة البابا طوافرس الثاني وإلى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع الذي يرسخ العيش المشترك بين كافة المصريين، وأيضا هو رسالة إلى المسيحيين والمسلمين في الدول المجاورة، الدول العربية، لكي يعيشوا هذا العيش المشترك على أسس المتينة، أساس المواطنة والأخوة. Yes, I'm very happy to congratulate you and you and the people, our brothers and sisters, fellowship of the church and the country also, our brothers, the Yushan brothers and sisters. نشكر ونهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المفخرة الوطنية الكبيرة، وكذلك القوات المسلحة المصرية التي أنجزتها. نهنئ قداسة البابا توادريوس والكنيسة القبطية والشعب المصري بأكمله بهذه الكاتدرائية الجديدة. راجينا أن تكون الصلوات التي سوف ترفع فيها عاملا في تعزيز وحدة المصريين وفي أمنهم وسلامهم وسؤددهم، وأن تكون مكانا مثالا وقدمة في التلاقي والتحاب والتآزر بين الناس أجمعين. Un saluto speciale porgo al mio tanto caro fratello Sua Santità Papa Tawadros II e alla Chiesa Copta Ortodossa, che ha saputo dare una vera testimonianza di fede e di carità anche nei momenti più difficili. Carissimi fratelli e sorelle, voi avete dei martiri che danno forza alla vostra fede. Grazie per il vostro esempio. Un deferente saluto rivolgo al governo egiziano e al signor Presidente Abdel Fattah al-Sisi. Possa la nuova cattedrale salire sempre gradito il culto a Dio nell'alto dei cieli e scendere la benedizione e la pace in terra per tutti gli uomini che Dio ama. الحقيقة في ناس بتسأل ليه جامع وكنيسة؟ ليه أول حاجة تفتتح رسمياً في العاصمة الإدارية الجديدة تبقى الجامع والكنيسة، على الرغم إن في حاجات تانية كتير جاهزة وموجودة على الأرض؟ ليه بالحجم ده والضخامة دي؟ وليه في التوقيت ده؟ الحقيقة الإجابة غاية في البساطة. الإجابة هي إن المعمار هو عمود الحضارة. المعمار اللي بنشوفه في المسجد وبنشوفه في الكنيسة هو اللي بيعكس عقليتنا، مبادئنا، أخلاقنا وقيمنا. لو بصينا للأمر بالنظرة دي هنفهم حجم الجهد والتعب والفن اللي اتعمل في المسجد وفي الكاتدرائية. هنفهم قدرتنا على التخطيط وقدرتنا على التنفيذ والإنجاز. في مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، سنة ونص عمال ومهندسين فنيين وحرفيين اهتمام والعناية بأدق التفاصيل. سنة ونص من الشغل والتعب من العمال والفنيين عشان نيجي هنا الليلة نحتفل بين جامع وكنيسة. كل الحضارات القديمة والممالك العظيمة اللي ازدهرت على مر التاريخ عرفنا حكايتها من أثارها ومعمارها، وقمة إبداع أي حضارة تلاقيه ظاهر في دور العبادة. معابد لسه صامدة من آلاف السنين
ونقوشة بتحكي تاريخ عظيم لبشر عرفوا أسرار الكون وأبدعوا في العلوم والفنون وشيدوا المعابد الضخمة بطراز معماري روعة. هي اللي حكت حكايتهم وعرفتنا مدى عظمتهم، وتيجي مصر على رأس القائمة بمعابدها الفرعونية ومساجدها الفاطمية وكنائسها الإغريقية. دور العبادة الأثرية في مصر مش بس بتحكي تاريخها، دي بتحكي تاريخ البشرية. عشان كده مش غريب ولا جديد علينا وإحنا بنبني عاصمتنا الإدارية إننا نمشي على خطى أجدادنا ونبدأ ببناء دور العبادة. رئيس الجمهورية زار الكاتدرائية المرقسية في العباسية يوم 6 يناير 2017 مساءً للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وأعلن إنشاء أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. دور العبادة على مر التاريخ هي النواة اللي بتبنى عليها عواصم الدول سواء مسجد أو كنيسة. فأي مبنى دور عبادة بيعتبر هو ده الأثر اللي بيبقى على مدار الزمن وبيبقى معبر عن حضارة الدولة في هذه الفترة. إحنا هنا في دور العبادة عموماً بنستخدم نسب مش طبيعية، أبواب الضخمة، الارتفاعات الضخمة، بحيث الإنسان وهو داخل بيحس إن هو ضئيل قصاد هذا الحجم. الإضاءة تبقى خافتة بقدر الإمكان بحيث تدي الخشوع والورع. ده إحساس المهندس المعماري هو اللي بيتحكم فيه كتصميمياً. دي حضرتك فرع التصميمات بإدارة المهندسين العسكريين. هنا المطبخ اللي بيطلع كل المشاريع اللي إحنا شغلينها اللي حضرتك بتشوفوها موجودة في الافتتاحات وهكذا. طبعاً قبل ما أبدأ أي مشروع لازم أعمل بحث عن مشاريع مماثلة لي، أبدأ أشوف غيري وصل لفين عشان أبدأ أكمل عليه وأبدأ أضيف للمشروع الجديد اللي أنا هعمله. فبدأنا نتجه للطراز الفاطمي وبدأنا نشوف المفردات بتاعته إيه وبدأنا نطبق الكلام ده ونستخدمه بما يتناسب مع العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. أنا دايماً بميل ناحية أن أنا أمزج التقليدي بالحديث. بحثت في روائع الفنون والرسومات المعمارية على مستوى تاريخ الكنيسة، وجدت كنيسة بالفعل معمولة في القرن السادس الميلادي في منطقة أبو مينا بمريوط، ودي الفكرة اللي استوحيت منها الفكرة بتاعت الكدرية بتاعت العاصمة الإدارية. الكاتدرائية تتميز بميزة كبيرة قوية غير معظم الكنائس اللي في مصر، إن هي بدون أعمدة من الداخل. هو فعلاً أمر صعب جداً من ناحية الإنشائية ومن ناحية المعمارية، عن أن أنا أحط مجموعة أعمدة ممكن تشكل عائق وتخلي المصلي ممكن يكون مشتت الانتباه إن هو يتابع اللي بيحصل. أي منشأ عادي بيتبنى بتبقى المسافة ما بين الأعمدة مسافة تتراوح من 3 إلى 6 متر 7 متر ماكسيمم يعني، لكن هنا إحنا عندنا المسافة كانت كبيرة جداً. عايزين نعمل صحن الكنيسة على ارتفاعات عالية وعلى مسافات عالية ما بين الأعمدة. ابتدينا نستعيد عن ده إن احنا نعمل منشآت معدنية عبارة عن شدات معدنية تتحمل هذه المسافات على أساس نقدر ننجز في الوقت. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا إن احنا نرفع الدوم. دي كان تحدي كبير طبعاً. جامع الفتاح العليم واحد من أكبر 4 جوامع في العالم، يستوعب 17,000 مصلي. كاتدرائية ميلاد المسيح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، مصممة على هيئة صليب ضخم ومحاطة بأسوار بطول 1000 متر. الجامع بيضم 7 قاعات مناسبات تتسع ل2440 فرد، وله 4 مآذن ارتفاع الواحدة 95 متر، ووزن قبته 5,000 طن، وعرض قطرها 33 متر وارتفاعها 44 متر. منارة الكاتدرائية طولها 60 متر وقطر قبتها الكبرى 40 متر وارتفاعها 39 متر، وفيها قاعتين كبار للعبادة
وتتسع لأكثر من 7500 مصلي. فعلاً كان التحدي بالنسبة لنا هو ده، التعامل مع هذه الارتفاعات، مع الضخامة اللي فيها، مع الوقت الضيق، مع المساحات الشاسعة. وده اللي خلانا نلجأ لبعض الأفكار التنفيذية الغير مسبوقة والغير تقليدية اللي توفرنا في الوقت وتضمن لنا كواليتي عالية في تنفيذ هذا المبنى. اضطرينا نعمل جزء منها على الأرض وشطبناها بالكامل بالتشطيب بتاعها اللي هو GRC، وبعد كده جبنا ونش كبير ورفعناه. السلم الداخلي بتاع الونش حديد، فبنطلع بايد ورجل. ان احنا نطلع المسافه دي كلها مش سهله، فبنعمل استراحات فبتاخد حوالي ساعه الا ربع او ساعه، فمن الصعب ان انت تطلع وتنزل، وبعدين انت بتطلع مش عايز تنزل، انت عايز تخلص وردتك وانت فوق. الصعوبه ان الرياح بتبقى شغاله وانت بتبقى شغال، السطل بيبقى متعلق، بيقعد الهواء بياخده ويروح ويجي. في ناس بتطلع ما بتقدرش اصلا تقف، مش هتشتغل تقف بس، الدنيا بتختلف فوق خالص، اكنك راكب طياره. مفيش حاجه في نفس حجم قبه الفتاة العليم. قطر القبه أكثر من 40 متر وارتفاعها 25 متر، يعني أعلى نقطة فيها حوالي 45 متر عن سطح الأرض، تعتبر أكبر قبة موجودة لمسجد خدمات مصر العربية. جمعنا القبة الداخلية تشطيبها على الأرض بشاسيه ببلاتفورم ورفعناها بالكامل. القبة دي أصلاً بيتحمل فيها أحمال حمل مركز 8 طن ونص نجفة لأكبر نجفة اتعملت. النجفة دي قطرها 15 متر وارتفاعها 5 متر ووزنها 8 طن ونص. عشان مشروع زي ده ينجح النجاح ده ويخلص في الوقت القليل جدا اللي هو خلص فيه، سواء اعمال الخرسانات والانشاءات او اعمال التشطيبات، احنا هنا شغالين 4 شركات، ما حدش بيفكر في مصلحته هو بس، او ان الامكانيات المتاحه ليه يستخدمها هو، ما كانش المشروع ده عمره خلص في الوقت ده. طبعا كان بيحصل خلاف شديد في وجهات النظر، لكن الهدف اللي كان محطوط قصادنا ان احنا عايزين نخلص اكبر جامع واكبر كنيسه في وقت قليل جدا، كان بيخلينا ان احنا نحل معظم هذه المشكلات. كان هدف برضو الاهتمام بالكواليتي او بجوده المنشات، وبالذات جوده الخرسانه في الكنيسه وفي المسجد. المشروعين ما كانوش حكره على جهه ولا شركه. مصر استفادت من كفاءات وخبرات ومواهب كل ولادها، رجاله وستات، فنانين وصناعيه واسطوات، كل واحد ادى دوره باعلى درجه من الحرفيه، وكلهم كملوا بعض واشتغلوا بروح الفريق. كلها عبارة عن خبرات مصرية، ما فيش أي خبرات أجنبية شاركت في هذا العمل من ناحية التصميم أو التنفيذ. حتى يمكن أغلب الخامات المستخدمة كمان في المسجد خامات مصرية. الموضوع مؤثر جدا بالنسبة لكم الشغل اللي اتفتح للعمالة، بقى في استمرارية للعمل ليهم كتيرة بالإضافة للخبرات اللي اكتسبوها. ما بينش قادرنا شهر وفي ورديتين شغالين، وردية الصبح ووردية بالليل، ومسافة السقالات بعيدة جدا، يعني بتوصل 42 متر. فساعات الموبايل ما بتسمعش، بحاول انادي عليهم فخلاص صوتي راح يعني. الفن الريبتي اصلا امتداد للفن الفرعوني، كل ما هو مكتوب في الكتاب بنكتبه بس بالفرشه، وكل حاجه ليها معنى. التركيب صعب جدا، في معايا كنت جايب حوالي 12 واحد بنركب، مش يومينهم اربعه انهم كانوا عاملين فوبيا الاماكن العاليه، عشان ننزل 38 متر ونطلع تاني الموضوع صعب، يعني لو فرشه وقعت تبقى مشكله. حضاره جديده بتحصل في مصر، كان احساس يديك دفعه. حجم جامع بالكم ده في 20 شهر مستحيل. احنا عملنا الابواب والشبابيك والبدروم، المنبر، كرسي المقرئ، الايات القرانيه، الابواب بتاعه القاعات، شغل القاعات. تعبنا جدا في الجامع، يعني 8 ساعات وناس تستريح وناس تشتغل 8 ساعات، كنا بنخلي يوم 3 ايام. الازاز المعشى بيضفي على المكان رهبه، عشان المكان ده مقدس، سواء كان مسجد ولا كنيسه ولا دير ولا معبد ايا كان. مصمم الاول بيرسم اللوحه، وبعدين بنبتدي نقطع الاجزاء بتاعه الازاز، كل لون يناسب مكانه. وبعدين بيحصل بعض الإضافات على الإزاز بالألوان بأنواع من الأكاسيد، وبعدين بتخش تتحرق في الفرن عشان تعمل ثبات للأكاسيد على الإزاز، وبعدين بنتنقل لمرحلة التجميع بتاع الإزاز. في الآخر بيدينا اللوحة المتكاملة المناسبة اللي احنا قصدناها. هي رحلة واحدة مهندسة
من واحنا صغيرين، لعبنا ازاز معشه ورصاص وكده. يعني انا بتعامل هنا راجل زيهم بالظبط، وفي التقدير وفي كل حاجه. طبيعه الموقع عموما بيبقى كل اللي شغالين فيه رجاله، احنا كلنا دارسين نفس الحاجه وكلنا بنشتغل مهندسين في الاخر، سواء بنت او ولد. ده غير ان انا كمان بشتغل في كاتدرائيه ومسلمه ومحجبه. اكتشفت ان الناس هنا جيران وبيعيدوا مع بعض وبيصوموا مع بعض، ولا يعني الحياه حلوه، الناس عايشه. يعني البنات بتعرف تشتغل وبتعرف تقوم بالشغل، ورجاله قوي على فكره. احنا شغالين في كل المناسبات، عد علينا عيد ميلاد وعد علينا 2 رمضان. عيد الميلاد يجي اخواننا المسلمين شايلين الورديه كلها، عيد الفطر يجي المسيحيين موجودين في المشروع وبننفذ الشغل. صيام رمضان اللي فات ده كان تواكب معاه في اخر ايام رمضان بدايات صوم الرسل عند المسيحيين. صوم الرسل من الاصوام اللي المسيحيين مصرح لهم ياكلوا فيه سمك، فابتدينا نرتب اننا نجيب وجبات اسماك للاخوه المسيحيين، بحيث اننا نحافظ على اننا كلنا نبقى موجودين على سفره واحده بناكل مع بعض عيش وملح. احنا كلنا نسيج واحد. في كنايس بتبعت لي شغل تحت، ايقونات خشب، انا ساعات ما بقاش موجود. ففي تحت في الجراج حد اسمه الحاج ناجي، فبكلمه في التليفون بقول له معلش حاج استلم من ايقونات لغايه ما اجي اطلعها انا فوق. قال لي خلاص انا هطلعها لك مثلا. عارف في ناس عندنا تحت في العماره بطلعهم يساعدونا مسلمين، يطلعوا يركبوا معايا كمان. بس طب معلش شف معايا دي، اعمل معايا دي كده. احنا عندنا في كتير من الوحدات الزخرفيه المسيحيه متقاربه جدا مع الوحدات الزخرفيه الاسلاميه، كل واحد من بعضه، بدءا من المصر القديم، تطور الى القبطي، تطور الى الاسلامي. الموتيفات والاشكال الهندسيه والاشكال الخرط متقاربه جدا، لدرجه ان انت ممكن يبقى عندك موتيفه طبق 12 موجود في الكنيسه وموجود في الجامع، طبق متمم موجود في المسجد وموجود في الكنيسه. وفي بابين كنيسه كتير قوي معمول اربطه زي باب الجامع، بس ما انت مربي طبق نجمي بتربي صلبان عكس بعض. كنت صغير بروح مع ابويا الله يرحمه وهو بيعمل شغل في كنيسه في الزقازيق. احنا في المسجد نفسه حوالي 4 افراد مسيحيين، وكانوا بيقيموا في المسجد، وفي اجازة العيد كنا احنا بنعيد وهم رايحين الشغل. لو جالي مرة واحد وناقشني انا ليه هعمل الصليب ده او ليه هعمل نجمة داود، اقول له والله بص كان في مرة مقولة للشيخ متولي الشعراوي، واحد بيقول له ليه انا عمر بيوتهم، قال له انت بتعمر بيت الله بانه نبي بقى يتذكر فيها. طب احنا معترفين بكل الانبياء. النحاتين اللي بينحتوا الموتيفات والحاجات الاسلامية كلهم مسيحيين، كنا في المسجد كنا شغالين فيه في رمضان. المسيحيين كلهم كنا احنا في وقت الصيام كله صايم. الحقيقه انا افتخر جدا كمهندس انشائي ان انا اشتركت في بناء وتصميم اكبر مسجد واكبر كنيسه في الشرق الاوسط. والحقيقه ده من اتعلمناه من الله يرحمهم والدي الدكتور ميشيل باخوم وعمي الدكتور احمد محرم. والدي اشترك في تصميم اكثر من مسجد، والدكتور احمد محرم انا شفته بيهتم بتصميم الكنائس، والحقيقه ده تاريخ تعلمناه. الكتاب المقدس قال كلمه من زمان تعتبر نبوه من العهد القديم، قال مبارك شعب مصر. يعني هو حدد ان مبارك شعب مصر، ما قالش مبارك الشعب المسيحي. احنا حاسين الكاتدرائيه ديت كاتدرائيه مصر بما فيها من مسيحيين ومسلمين، لان هو ده المجتمع المصري. المجتمع المصري كلنا عباره عن أسرة واحدة وما فيش فرق بيننا وبين بعضه. سنتين بالتمام والكمال، من إشارة البدء لحد الانتهاء من التنفيذ، خلية نحل شغالة على مدار الساعة. ما فيش حد بيسأل التاني انت مين، ما فيش حاجة هنا اسمها ده من دين وده من دين. كلنا هدفنا واحد وربنا واحد ووطننا واحد. كل اللي نعرفه هنا إن احنا كلنا مصريين. ربنا لما خلقنا
زرع فينا الفطرة السليمة. كل الرسل، الكتب، الأديان والتعليم أرسلها للبشر لما لقينا إن إحنا بنبعد عن فطرتنا السليمة، وده طبعاً من رحمته بينا لأنه عارف قد إيه الدنيا ممكن بمشاغلها ومشاكلها تبعدنا عن فطرتنا. الفطرة هي المحبة، هي حب الخير والعطاء والنقاء. الفطرة هي الحاجة اللي احنا بنتولد بيها وبنعيش حياتنا كلها بنجاهد علشان نحافظ عليها. ممكن يبقى هو ده سبب الحنين الدائم لطفولتنا، لأنه الفطرة في الطفولة بتبقى جميلة جداً، بتفكرنا بفطرتنا السليمة وإزاي ممكن نبقى كده ونقاء روحنا، وبنقول يا ريتنا لو نعيش طفولتنا ولو يوم واحد كمان. مصر، احنا اتنين مصريين. انا مصري، انا من مصر. يقصد مولودة فين؟ انا مش فاكرة. اقرب اصحاب ليا كلارا ورين وسحر وحسنية مارك ادم ومحمد عاب وباسم عزت ورودينا ايلا ستيفنز عبد ونور وفريدة مكارم ورودينا كورلوس وشريف. على فكرة معايا صاحب واحد بس، لسه هجمع أصحاب أكتر. عندنا صحاب كتير، ومعاز ياد مش قلت لك بحبه، كل حد محتاج يحبه. ربنا هو صاحبي بيساعدني، هو الوحيد اللي عالم بينا وهو اللي عارف اسرارنا، ولو عملنا حاجه وحشه مش هيحبنا، ما بيكرهش حد. مثلا انا لما كنت 3 سنين ما كنتش بعرف اصلي وكنت لسه بحب ربنا. انا لما بحتاج حاجه تقولي يا رب عشان نروح الجنة، عشان نحب اكتر، عشان نتكلم مع ربنا. بكلمه. ايوه بكلمه. انا مش فاهمة حاجة. الجامع. الجامع كان طاهر. بروح الكنيسة. المسجد. كنيسة؟ يا ابني انت بتعرفش كنيسة؟ مسجد. الجامعة بروح الكنيسة من وانا صغيرة، انا بصلي في الجامعة وهو بيصلي في الكنيسة. ثانية واحدة. ايوه. يعني صلاة وقراءة والصيام. او حاجة مثلا ربنا بيحكي لنا ايه اللي حصل. التوراة والمسيح والإسلام عشان نصلي ليسوع ونتعلم حاجات كتير من يسوع. الدين بيبقى في المعاملة، يعني بنتكلم عن ربنا وإن هو ربنا بيعرفنا حاجات. مش عارفة أقول إيه. سنين. قلت لها يا ماما وانا مسلمة ولا مسيحية؟ وانا عندي 5 سنين ماما قالت لي، حاجت لي مش فاكرة بالضبط قوي. عرفتها من قبل ما اخش المدرسة بكتير. ده الدين بتاعنا، يعني لازم نعرفه. ما سألتش حد، ما عرفتش ان انا مسلم ولا مسيحي من كنت صغير. سألتهم ليه احنا بنصلي في الكنيسة وناس تانية بتصلي في الجامعة كتير، بس هم قالوا لي ان كل واحد ليه طريقة صلاة
وان كل واحد بيعرف بيعبد، كلنا بنعبد ربنا بس كل واحد بيعبده بطريقه معينه. يعني ايه الفرق؟ ما اعرفش، مش بعرف مين مسيحي ومين مصري. ما اعرفش، انا بعرفه من الصليب. دول بيعبدوا ربنا بشكل تاني ودول بشكل تاني. في حكايات كتير قوي شبه بعض، فانا حاسه ان هو يعني ما تفرقش كتير. ما فيش فرق بين المسلم والمسيحي، هما يعني دين اسلامي واحنا دين مسيحي، بس ده اللي بيفرق بس في الاسم، لكن حاجة تاني ما بيفرقش. لهم عيد واحنا لينا عيد. هما بيقروا في القرآن واحنا بنقرا في الانجيل. ما اعتقدش ان ربنا هيفرق ما بين مسيحي ومسلم، بين مسيحي ومسلم ويهودي كده، ما اعتقدش. مسلم هو ده دين مسلمية، والمسيحي دين مسيحية. المسيحية قالت انتوا اخوات، مفيش فرق، في واحد طويل واحد قصير واحد تخين واحد رفيع كده. لا انا ما اعرفش الفرق، عشان احنا اتولدنا من هو واحد بس، سيدنا ادم ومن حواء. انا اسيب الفصل بتاعي علشان احضر حصه الدين. اوليفيا اللي انا قلت لك مسيحي، واوليفيا بيروح عند مس تانيه. المس بتيجي تاخدهم، لو بيطلعوا الكلاس بياخد الدين التاني. اصحابي كانوا بيقولوا ليه رايحه فصل تاني، كنت بقول لهم علشان انا مش مسلم. في ولدين مسيحيين بيروح المدرس، المدرس مسيحي بيديهم قران. هو ياخد معايا عربي بس دين لا، هو مش بياخد معايا دين، هو مسلم. احنا حصه الدين نبقى لوحدنا ومسيحيين في واحده. انا شايفه ان احنا في الاول نجمعهم كلهم مثلا سنتين، لازم نعلمهم ان في الاخر الله خلقنا كلنا وان احنا كلنا واحد، وبعديها نبتدي نفهمهم طقوس يعني الدين بتاعهم كل واحد لوحده. مسيحي اسمه احمد. انا ثلاث ارباع اصحابي مش من نفس الدين بتاعي، بس ده يعني بالنسبه لي مش بيفرق معايا خالص. عادي، عشان 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 كده حرام، حتى عشان لازم نبقى مع كل الناس، وعايزنا نبقى نحب كل الناس، ما نحبش حد وحد لا. كلنا المسلمين والمسيحيين، كل أديانا مكتوب فيها ان احنا لازم نعامل كل الناس كويس، كل الناس نفس الحاجه، عشان في الاخر انا بنقي على شخصياتهم وعلى اخلاقهم. لو هما كانوا كويسين معايا انا هكون كويسه معاهم واكون بتعامل معاهم كويس. انا مش فارقني عبين الشكل ولا حاجه، انا عاملني لو هما بيتعاملوا معايا كويس ولا لا. ما ينفعش حد يفرق من حد تاني، لما حد يفرق من حد تاني يعني اكنه بيغلس عليه. مادام احنا متفقين على اله واحد احنا كلنا يعني بنعبده، في الاخر هو اللي خلقنا كلنا واحد. احنا الاثنين انسان يعني ما فيش فرق ما بيننا. مرتين درست ايه؟ ولد مسلم، قصدي بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ده كلام المولى عز وجل، وكمان واضح أن الكلام لا يحتاج أي تأويل.
كمان السنة النبوية العطرة فيها ما يؤكد أن أول من أمن وأكد على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ورقة ابن نوفل، وكان بالطبع مسيحي. تاريخنا الوطني المصري مليان بالزعمات وبالقامات الوطنية الكبيرة اللي ضحت عشان خاطر بلدها، أفنت شبابها، ضحت بكل غالي ونفيس من أجل تراب هذا الوطن. كمان التاريخ هيذكر وبيذكر أن أكبر أعداد من المصريين نزلت يوم 30 يونيو، نزلوا عشان يحموا بلدهم وعشان يستردوها من ناس حاولت تسرقها باسم الدين. كلنا في الحرب بنقول وقلنا الله أكبر، كلنا في الماتشات بنقول يا رب، كلنا بنهتف تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، كلنا بنشتغل وبنتعب، فينا اللي بيفكر وفينا اللي بيبدع، فينا اللي بيكتب واللي بيلحن واللي بيغني، ويا سلام لما يكون الغنى في حب الوطن على أحلى أنغام. إذن رفع أذان العشاء من مسجد الفتاح العليم، هذا المسجد الذي بني بسواعد مصرية وبإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كذلك كاتدرائية ميلاد المسيح التي بنيت بسواعد وبجهد المصريين وبإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. خليني أقول لحضراتكم أنه من روائع البناء للجامع والكاتدرائية، حينما كنت تسأل ولا زلت من كان يعمل في بناء الجامع عن اسمه، فتلاقي اسمه جوزيف. تيجي تسأل اللي بيشارك في بناء الكاتدرائية عن اسمه، فتجد ان اسمه محمود. دي مش صدفة ولا هي مخططة، انما ده الطبيعي، دي حقائق ومنح ربانية بتؤكد ان الدم المصري واحد، وانه الحلم واحد، وانه القلب واحد، واننا كلنا واحد. النهاردة في بقعة جديدة من أهم وأحدث بقاع الامتداد العمراني الجديد في مصر، بيتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضيفه الكريم الرئيس محمود عباس لافتتاح مسجد الفتاح العليم وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح. بحاول أوصف لحضراتكم جمال المكان اللي احنا موجودين فيه، ولكن الكلمات تعجز عن الوصف. أنا شخصيا الحقيقة يعني يمكن يكون حظي لم يكن وفير بإني أشاهد جامع بهذا الحجم قبل كده حول العالم، إنما على مدار الجوامع والمساجد أو في كل المساجد والجوامع اللي دخلتها في مصر، جامع الفتاح العليم الحقيقة الأكبر مساحة، الأكثر من حيث عناصر الإبهار في المعمار من الداخل، أكبر قبة موجودة في مصر. حضراتكم شايفين جمال الصورة اللي بتعبر يعني أفضل من ألف كلمة. أقيم هذا المسجد على الطراز الأيوبي والفاطمي، وامتزج بالروح العصرية الحديثة. خليني أقول لحضراتكم كمان أنه ربنا في كتابه العزيز قال في سورة سبأ: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. صدق الله العظيم. مسجد الفتاح العليم هو واحد من أهم وأضخم المساجد اللي موجودة حول العالم. المسجد بيحمل زي ما قلت لحضراتكم لمحات ولمسات من الطراز الأيوبي والفاطمي، والمختلطة ومندمجة بلمحات من البناء العصري الحديث. هذا المسجد يتسع لأكثر من 17,000 مصلي من الرجال والسيدات تحت أكبر قبة مسجد في مصر. مسجد الفتاح العليم بني كما ذكرت بسواعد مصرية وبإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويمكن بني كمان هذا المسجد على أول نقطة من نقاط النهر الأخضر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، عشان يكون هو حلقة الوصل بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنارة لكل المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. مسجد الفتاح العليم بيضم قاعات لتحفيظ القرآن في 4 مآذن، عشان يكون واحد من أهم وأحدث التحف المعمارية الموجودة على أرض المحروسة، بيمثل تجسيد لروعة المعمار المصري الحديث المختلط بأصالة وحضارة الماضي وحداثة وعصرية المستقبل.
18 شهر زي ما ذكرت لحضراتكم قبل كده هي كانت مدة التنفيذ الفعلي لمسجد الفتاح العليم اللي بيشهد اليوم الافتتاح بحضور وتشريف السيد رئيس الجمهورية وعدد من رجال الدولة وطبعا ضيفه الكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عشان يكون هذا المسجد قبلة لجميع المصلين من داخل وخارج العاصمة الإدارية. ويعني يمكن الصورة بتوري لحضراتكم حجم الجهد الذي بذل لبناء المسجد الأضخم والذي سمي بأسماء الله الحسنى الفتاح والعليم. الفتاح هو الله الذي يكشف الغمة عن عباده ويسرع الفرج ويرفع الكرب ويفتح أبواب الرزق. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح، من يفتح أبواب الرحمة على عباده ومن يفتح بين عباده أبواب الخير والبركات. والعليم أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، فهو الله العالم بكل شيء كان وسيكون، الله العليم ببواطن الأشياء قبل ظواهرها دقيقها وكبيرها، الله العليم بما في الأرحام وما في القلوب وما في البطون. العليم هو اسم الله الذي ذكر في القرآن الكريم 157 مرة. ومن هنا كانت تسمية المسجد بالفتاح العليم، الله الفاتح على مصر وشعبها بالخير والبركات بإذن الله، والعليم بقلوب أهلها الطيبين أصحاب الخير. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من داخل مسجد الفتاح العليم، ويمكن الصورة نقلت لحضراتكم جمال مسجد الفتاح العليم من الخارج ومن الداخل. خليني أقول لحضراتكم يعني والحقيقة أنه الجو هنا النهاردة صعب، الشتاء صعب، درجات الحرارة منخفضة، بس قعدت أفكر للحظات، احنا بنتكلم على 18 شهر عدى فيهم صيف شديد بدرجات حرارة مرتفعة، وعدى فيهم شتاء قارس زي الجو اللي احنا موجودين فيه النهاردة. قعدت افكر في الناس اللي وصلت الليل بالنهار، كل العمال من الشباب ومن الكبار من الرجال ومن السيدات اللي وصلوا الليل بالنهار على مدار 18 شهر فاتوا عشان يتم تنفيذ ونفتتح معا اليوم ويفتتح السيد الرئيس مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. مش بس كده، هو النهاردة صحيح افتتاح الجامع والكاتدرائية، انما كنت هنا في العاصمة الإدارية من حوالي سنة، وكان وقتها اللي موجود فندق الماسة، وعلى يعني مش مقربة منه إنما في محيطه على بعد مسافات كان فيها هيكل خرسانية كتير. النهاردة الواحد لما جه العاصمة الإدارية كم المعمار اللي موجود من وحدات ومن بنايات ومن يعني حاجات مختلفة كتير جدا موجودة في العاصمة الإدارية النهاردة، ومن طرق ومن بنية تحتية، في حجم من المجهود الذي بذل على مدار الشهور الماضية ولا زال يبذل حتى يومنا هذا، وسيبذل أكثر خلال الفترة القادمة ليتم هذا المشروع بالصورة المتوقعة ليها اللي هي على يعني أحدث التقنيات اللي موجودة حول العالم. من الحاجات الملفتة، خلينا استغل الفرصة في وجودي مع حضراتكم دلوقتي وانا لحضراتكم مثلا على سبيل المثال الحصر، الطرق ووسع الطرق اللي موجود اللي يعني ما بنشهدوش قبل كده، لم نشهده في يعني الفترات والسنوات السابقة، واللي بالنسبة لي اداني شعور ان النهاردة اللي بيخطط وبينفذ بيبص الخمسين سنة قدام، مش سنة او اتنين او تلاتة او عشرة. يمكن الصورة كمان هنا بتوصف لحضراتكم جمال مسجد الفتاح العليم من الداخل، في كل ركن من أركان المسجد هتلاقوا فيه إبداع، في الإضاءة في الإبداع من الداخل ومن الخارج، في النقوش والرسومات اللي موجودة في سقف المسجد وعلى حوائط المسجد وعلى أعمدة المسجد، والآيات القرآنية التي تحيط المسجد من الداخل. من الخارج شوفوا حضراتكم الساحة شكلها عامل ازاي، وجمال ساحة المسجد الخارجية ومدخل المسجد والإنارة والإضاءة اللي موجودة عليه والمعمار والفن اللي موجود فيها، حاجة بديعة جدا وأكثر من رائعة. مين اللي عمل كل ده؟ المصريين، المصريين اللي دايما قادرين ان هم ينفذوا كل حاجة طالما الإرادة موجودة،
وينفذوها على أكمل وجه وفي أجمل صورة طالما العزيمة موجودة. هي دي روح المصريين اللي موجودة، والروح اللي موجودة كمان هي روح الأخوة اللي موجودة بين المصريين وبعضهم. فالنهاردة احنا مش بنفتتح مسجد الفتاح العليم بس، إنما كمان بنفتتح كاتدرائية المسيح اللي يمكن حضراتكم تكونوا شفتوا لمحات منها من الخارج، إنما هتستمتعوا بيها من الخارج ومن الداخل بعد دقائق قليلة بمشيئة الله أثناء افتتاح السيد الرئيس للكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد المجيد. كل ده تم على مدار شهور مضت، ولسه في أكتر هيتم في العاصمة الإدارية خلال الشهور القادمة علشان يتم هذا المشروع كما خطط له. فرجوا على جمال ساحة المسجد من الخارج ومحيط مسجد الفتاح العليم، شيء أكتر من رائع الحقيقة، وشيء يدعو إلى الفخر ويدعو إلى السعادة البالغة. واللي يدعو للفخر أيضا هو المصريين اللي شاركوا في بناء هذا المسجد وهذه الكاتدرائية. مهما كانت الظروف لم يتوقف العمل أبدا على مدار 18 شهر، شتاء قارس العمل مستمر، درجات حرارة مرتفعة في الصيف العمل أيضا مستمر، أعياد ومناسبات كتير عدت عليهم احتفلوا مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم اللي شارك في بناء المسجد هتلاقوا اسمه جوزيف، اللي شارك في بناء الكاتدرائية كان اسمه محمود، ودي مش صدفة إنما ده الطبيعة، الطبيعة اللي تجلت وشفناها امبارح بإمام المسجد وهو بيبلغ بسرعة عن اشتباهه في بعض العبوات اللي كانت موجودة أعلى كنيسة العذراء. هو ده هي دي روح المصريين، روح المصريين اللي احنا تربينا عليها وموجودين عليها بقالنا عقود من الزمن. حاول البعض ولا يزالوا يحاولون انهم يغيروها، بس عمرها ما تتغير، لانه ربنا حامي البلد دي وربنا له إرادة في أن المصريين دايما يعيشوا مع بعض في تناغم، يعيشوا مع بعض والحب بيجمع ما بينهم والود بيجمع ما بينهم مهما كانت الظروف. جوهرة موجودة قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي في داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أو خلينا بالأحرى نقول جوهرتين. الجوهرة الأولى قدام حضراتكم وهي مسجد الفتاح العليم، والجوهرة الثانية هي كاتدرائية ميلاد المسيح اللي يعني تفننت الأيادي المصرية في بنائها من الخارج ومن الداخل. هتستمتعوا بيها حينما تشاهدون كل تفاصيلها أثناء افتتاح السيد الرئيس اليوم للكاتدرائية وحضوره لقداس عيد الميلاد المجيد. في لحظات لازم يستوقفنا كمان انه عملية البناء لم تكن لتتم الا في لحظات تكون مصر فيها آمنة، زي ما كلمت حضراتكم عن رجال ونساء شباب وكبار اللي شاركوا في بناء مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، ويشاركون ايضا في بناء وتعمير هذه المنطقة العاصمة الإدارية الجديدة التي حينما حضرت هنا من حوالي عام ونصف كانت صحراء. تنظر يمينا ويسارا إلى الأمام وللخلف تجد الرمال على مرمى البصر. النهاردة وإحنا موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة تجد كم من الطرق يعني كيلومترات طويلة ومتسع، يعني حارات واسعة جدا، تجد مسجد الفتاح العليم، تجد كاتدرائية ميلاد المسيح، تجد العديد من الوحدات السكنية التي تم تنفيذها والعديد من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها. الليل موصول بالنهار لعملية البناء المستمرة. وأنا بكلم حضراتكم عن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة وفي ظروف الطقس المتقلبة ما بين صيف شديد الحرارة وشتاء شديد البرودة، يجب أن نتذكر دائما أيضا أن ده كله لم يكن ليتم لولا أن هناك من يحمي مصر وهناك من يحمي المصريين. النهاردة احنا بنتكلم على اللي بيعملوا في العاصمة الإدارية الجديدة، لازم نفكر كمان ونوجه كل التحية للي بيحموا بلدنا، القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية اللي موجودين في سيناء وبيدافعوا بكل بسالة لا تقل عن بسالة الرائد مصطفى بالأمس للدفاع عن مصر وللدفاع عن المصريين. الأمن اللي منتشر في كافة أنحاء الجمهورية على مدار الأيام الماضية لتأمين احتفالات أشقائنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.
كل ده لازم نضعه في الاعتبار، لا تستقلوا يعني ما تستقلوش ابدا بهذا المجهود المبذول. واقل شيء ان احنا نوجه كل التحيه لكل من يحمي ولكل من يؤمن مصر والمصريين ولكل من يشارك في عمليه البناء، وباذن الله بفضل ربنا في المقام الاول وبفضل المصريين كلهم في المقام الثاني قريبا جدا نستطيع ان نقضي على شياطين الارض، على السواد بيملى قلوبهم، اللي بيسعوا دائما ان هم يعكروا صفو احتفالاتنا، اللي بيسعوا دائما للهدم لا للبناء، اللي بيدعوا انهم الاعلم بشؤون الدين والدين منهم براء، لا يعلموا اي شيء في الدين، لان الدين عمره ما قال ان كان الدين الاسلامي او المسيحي. كل الكتب السماويه بتقول ان ربنا بعثنا في الارض عشان نبني، عشان نعمر، عشان الحب يبقى موجود في علاقه الناس ما بينها وما بين بعضها، عشان الرحمه والتراحم يكون موجود ما بين الناس وبعضها، مش عشان الناس تقتل في بعض، مش عشان الناس تهدم، مش عشان يحاولوا يخربوا في الارض ابدا، انما التعمير والبناء هو رسالتنا. السلام دائما هو جوهر علاقتنا ما بيننا وما بين بعض، وباذن الله يستمر البناء وينتهي وننتهي من من يحاولون دائما الهدم ويحاولون دائما ان ينتشلوا اي لحظات سعاده وفرحه واحتفال ممكن يكون المصريين بيحاولوا ان هم يستمتعوا بيها. الفرحه هتستمر والبناء هيستمر والهدم ان شاء الله لن يستمر ابدا، ونستطيع القضاء عليه بمشيئه الله. واعتقد ان نظرنا بوضوح لما نحن عليه الان واين كنا منذ سنوات، من 4 و5 و6 و7 سنوات، حصل تطور كبير جدا من الناحيه الامنيه، وباذن الله يحصل تطور افضل خلال الفتره القادمه عشان نبقى كلنا بنشارك في البناء وما يكونش في حد بيحاول انه يهدم او يعكر صفو اي احتفالات بنشهدها وبنستمتع بيها. فيبقى النهارده عندنا مسجد الفتاح العليم، وعندنا كاتدرائيه ميلاد المسيح، وعندنا العاصمه الاداريه الجديده بتبني، وبكره بقى عندنا مزيد من المشروعات اللي بيشارك فيها المصريين يحصلون على فرص عمل، وهذه المشروعات تدر عائد طيب على الاقتصاد المصري، فظروف بلدنا تفضل دائما في تحسن مستمر. خليني استغل الفرصه مره تانية واقول كل عام وحضراتكم بخير لكل المصريين، لأشقائنا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يا رب إن شاء الله الفرحة تملأ قلوب حضراتكم في هذه الاحتفالية، يا رب تكونوا سعداء بافتتاح الكاتدرائية اليوم وأيضا بافتتاح مسجد الفتاح العليم، ويا رب دايما تفضل السعادة والرضا والصحة هي اللي ملازمانا كلنا كمصريين، والرحمة والود والمحبة والاحترام تكون هي اللغة دائما السائدة في علاقتنا الإنسانية ببعضنا البعض. دقائق ونتشرف بوصول سيادة الرئيس إلى مسجد الفتاح العليم ليتم افتتاح المسجد بمشيئة الله وأداء صلاة العشاء داخل مسجد الفتاح العليم. فنحن في انتظار تشريف السيد الرئيس ووصوله إلى المسجد ليتم افتتاحه بمشيئة الله. مشاهدينا كما نتابع الآن تحرك موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويرافقه ضيفه الكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. تحرك الموكب من فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتجها إلى مسجد الفتاح العليم. دقائق ويستقبل المسجد سيادة الرئيس وضيفه الكريم وكبار رجال الدولة ليتم افتتاح مسجد الفتاح العليم ولأداء صلاة العشاء داخل مسجد الفتاح العليم. الآن نتابع معا، هذا هو الطريق الذي المؤدي من العاصمة الإدارية الجديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة والمؤدي من فندق الماسة والرابط ما بين كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم. هو ممر الحضارة في مشهد حضاري يجمع الكنيسة والجامع معا. هذا هو الممر الرابط ما بين كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، وهذا الممر يرمز في الحقيقة للروابط القوية التي تربط ما بين المصريين بعضهم البعض مهما اختلفت ديانتهم. هذا الربط اللي احنا تابعناه في مشهد امبارح، ومشهد امبارح اللي جمع الجامع والكنيسة،
وبنتابعه النهاردة هذا الممر الذي يربط ما بين الجامع والكنيسة، والذي سيظل دائما نتابعه على مر العصور القادمة بمشيئة الله، لأن هذه هي مصر. مصر دائما شعبها شعب واحد على قلب رجل واحد. مصر دائما أبنائها هم أبناء نفس الوطن، لا يفرق ما بينهم الدين، ولا يفرق ما بينهم من يحاول أن يزرع الفتنة فيما بينهم، إنما الروابط التاريخية اللي موجودة ما بين المصريين وبعضهم روابط قوية لا تتحرك بسهولة، ولن تتحرك أبدا بمشيئة الله، وستظل هذه الروابط القوية تربط ما بين المصريين بعضهم البعض، والذي سيربط دائما بينهم كل الحب وكل الود وكل الاحترام. تشاهدون الآن يعني مسجد الفتاح العليم من الداخل، وكما ذكرت سابقا ترون في كل ركن فيه المجهود الذي بذل لخروج هذا الجامع بهذه الصورة الجمالية الرائعة على جدرانه وعلى السقف وعلى والإضاءة الموجودة في داخل المسجد وفي خارجه. دقائق قليلة ويصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مسجد الفتاح العليم لنتابع معا افتتاح المسجد. لحظات مشاهدينا الكرام، واصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مسجد الفتاح العليم ليتم افتتاح المسجد. ولمن انضم إلينا الآن، هذا المسجد يتسع لحوالي 17 ألف مصلي من الرجال والسيدات. يضم هذا المسجد أكبر قبة لمسجد في مصر، ويضم أيضا أربع مآذن، ارتفاع المأذنة الواحدة حوالي 90 متر، به قاعات لتحفيظ القرآن وقاعات أيضا المناسبات، وبإذن الله تمتلئ قاعات المناسبات دائما بالمناسبات السارة. موكب السيد الرئيس تحرك منذ قليل من فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة مارا بكاتدرائية ميلاد المسيح على ممر الحضارة، الطريق الرابط ما بين الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم، ودقائق ويصل السيد الرئيس إلى المسجد ليتم افتتاح مسجد الفتاح العليم. هذا المسجد كما استفنا ذكرا أيضا أقيم على الطراز الأيوبي والفاطمي، الطرازين الأيوبي والفاطمي، وبلمحة وملامح من المعمار الحديث كما نتابع الآن على الشاشة. في كل أركان المسجد ستجد لوحة فنية من يعني أياد مصرية نفذت هذا المسجد بهذه الروعة. وصل الآن السيد الرئيس، يعني يمر موكب سيادته من المدخل الرئيسي لمسجد الفتاح العليم، ولحظات قليلة تفصلنا عن وصول سيادته إلى المسجد من الداخل. كما نتابع الآن في الخلفية هي البوابة الرئيسية لمسجد الفتاح العليم، والآن يصل الموكب للمدخل الرئيسي للمسجد من الداخل. هذا يوم فرح ويوم ابتهاج نفرح فيه، ونحن نرى مصرنا العزيزة تسجل صفحة جديدة في كتاب الحضارة المصرية العريقة. مصر التي علمت العالم فن الأعمدة، فكانت المسلة في العصور الفرعونية، وكانت المنارة في العصور المسيحية، وكانت المئذنة في العصور الإسلامية. ونحن في هذا اليوم نشهد مناسبة غير مسبوقة في التاريخ، نحتفل فيها
حيث نرى ونشاهد ونعاين وسط هذا الحضور الكريم أن المآذن، مآذن هذا المسجد الكريم، مسجد الفتاح العليم، تتعانق مع منارات كاتدرائية ميلاد السيد المسيح. ونحن نرى افتتاح هذه الصروح العالية في هذه العاصمة الجديدة التي تفتح آفاق المستقبل أمام مصرنا الحبيبة. ونرى في رمزية هذا الافتتاح أن مصر ترى وتهتم بالقوى الناعمة فيها. إننا في هذه المناسبة السعيدة وهذه الصروح التي نفرح بها بنيت بأموال وتبرعات المصريين، وكان السيد الرئيس هو أول المتبرعين فيها، وبنيت بجهود وإبداع المصريين من مهندسين وفنيين وعمال، وبنيت بإخلاص وبأمانة. إنني كمواطن مصري أقف في هذا المسجد الكريم وأفرح مع كل إخوتي الأحباء بهذه المناسبة السعيدة التي تسجل في تاريخ مصر. لقد علمنا السيد المسيح أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إننا نرى ونهتم بالخبز كغذاء للأجساد، ولكن أيضا الأرواح تجد غذائها في هذه المؤسسات الروحية والدينية. سيادة الرئيس، لقد وعدت في يناير 2017 بهذا الوعد الكريم وبناء المسجد والكنيسة، وكان هذا يعتبر ضرب من المستحيل لأنها صروح ضخمة وكيف تبنى في هذا الوقت الوجيز. ولكننا في هذا اليوم نرى سيادتكم وقد وفيتم بهذا الوعد، وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة. نقدم كل الشكر لسيادتكم، ونقدم كل الشكر لكل الشركات التي عملت وشاركت في هذه الأبنية. نقدم كل الشكر إلى المهندسين والفنيين والمكاتب الاستشارية والعمال الذين اهتموا. نقدم شكرا خاصا إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أشرفت، خططت وأشرفت واهتمت بإنجاز هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة. نشكركم جميعا ونصلي أن يملأنا الله وأن يديم محبتنا ويديم وحدتنا معا جميعا، وليشهد العالم في هذه الليلة المباركة، يشهد هذه الصورة التي نقدمها لكل أحد، كيف أن مصرنا تعيش في هذه الوحدة وفي هذه المحبة. نصلي أن يديمها الله على الدوام، ونصلي أن يحفظكم الله دائما في قيادة بلادنا العزيزة. وأشكركم جميعا، وتحيا مصر. بنشرف بساتك، بنرحب بساتك وبضيوف حضرتك الكرام في جامع الفتاح العليم. جامع الفتاح العليم يا فندم انشئ في مدخل العاصمه الاداريه الجديده على الطريق الدائري الاوسطي. الجامع يا فندم بيسع 17,000 مصلي. الجامع يا فندم تم انشاؤه على الطراز المعماري المصري الاسلامي. الجامع يا فندم به اربع مآذن، المأذنه الواحده ارتفاعها طبعا مأذنة من الخرسانة المسلحة، يعلوها هلال من النحاس بإجمالي ارتفاع 95 متر. المسجد يا فندم مكون من أربع عناصر رئيسية.
العنصر الاول وهو المسجد اللي حضرتك مشرفنا فيه دلوقتي. المسجد ده يا فندم عباره عن دورين، الدور الارض اللي سيادتك مشرفنا فيه بيسع 6300 مصلي، بالاضافه الى الدور الاول ده سيادتك ده موجود اعلانه، ده مصلى للسيدات بيسع 1200 مصليه، ليصل اجمالي عدد المصلين في صحن المسجد الى 7500 مصلي. المسجد يا فندم فيه بالاضافه الى الاربع مآذن في 21 قبة. القباب يا فندم دي اولها القبة الرئيسية للمسجد خطرها 33 متر وارتفاعها 44 متر، بالاضافة الى اربع قباب رئيسية اخرى على اركان المسجد. القبة الواحدة خطرها 11 متر 75 وارتفاعها 29 متر، ثم ست قباب على المداخل الرئيسية للمسجد وقاعات المناسبات، ثم 10 قباب على الأسوار الخارجية، بوابات الأسوار الخارجية، ليصل إجمالي القباب في المسجد حوالي إلى 21 قبة. الوحدات الإضاءة يا فندم المسجد فيه 520 وحدة إضاءة ما بين 174 نجفة. النجفة يا فندم بيتراوح قطره ما بين 1.2 متر 15 متر. النجفة يا فندم الرئيسية دي قطرها 15 متر ووزنها 9 طن ومثبتة من 76 نقطة تثبيت. المسجد يا فندم أصلا فيه 176 عمود ديكوري، الديكوريه كلها أعمدة من الرخام الخرط بارتفاع يتراوح من 4 إلى 6 متر، بالإضافة إلى عمدان أعمدة جي آر سي في الواجهة الخارجية. المسجد يا فندم ده بالإضافة إلى المسجد نفسه اللي فيه خمس مداخل رئيسية للرجال، فيه اثنين مدخل للسيدات على الأجناب، كل مدخل مزود بأسانسير للصعود إلى الدور الأول لأداء الصلاة. ده يا فندم العنصر الأول من عناصر الجامع. العنصر الثاني وهو الساحة الخارجية اللي موجود أسفلها بدروم. الساحة والبدروم يا فندم دي إجمالي المصلين أو بتسع حتى 8500 مصلي و 1000 مصلى يومي، إذا تقريبا حوالي 9500 مصلي ليصل إجمالي عدد المصلين إلى 17000 مصلي. الساحة يا فندم الخارجية دي فيها مزينة بوحدات إضاءة من الأعمدة الديكورية على الطراز الإسلامي، فيها 800 عمود. البدروم يا فندم اللي بيقع أسفل الساحة في مصلى يومي للرجال والسيدات، في مكانين لوضوء الرجال والسيدات، في مكان لقاعة لتحفيظ القرآن، في اثنين مكتبة لإلقاء الدروس الدينية، بالإضافة إلى تزويده بأربع سلالم، بالإضافة طبعا للسلالم المخرسانية اللي موجودة فيه، في أربع سلالم كهربية متحركة لصعود ونزول كبار السن. العنصر الثالث يا فندم والمهم برضه في الجامع وهو قاعات المناسبات. قاعات المناسبات يا فندم عندنا اثنين مجمع قاعات مناسبات، مجمع قاعات ألف ده فيه اثنين قاعة رئيسية، قاعة 1000 فرد للرجال وقاعة 220 فرد للسيدات، بالإضافة إلى اثنين صالون لاستقبال كبار الزوار ومكاتب إدارية. القاعة الثانية يا فندم أو مجمع القاعات به ده فيه خمس قاعات، القاعة الرئيسية فيه 400 فرد، اثنين قاعة كل بسعة 300 فرد واثنين قاعة للسيدات كل بسعة 110 فرد. العنصر الثالث يا فندم في عناصر الجامع وهو طريق المراسم. طريق المراسم ده يا فندم بتتفرد به مصر دون سائر العالم. طريق المراسم ده يا فندم طوله 406 متر وعرضه 28 متر. الجامع يا فندم كله بيحيط به سور من الخرسانة والحديد المشغول على الطراز الإسلامي، طوله 3 كيلو متر وارتفاعه 5 متر، بالإضافة طبعا إلى مناطق التنسيق الموقع والشبكات والمرافق وكل المرافق المطلوبة للمسجد، بالإضافة طبعا لمنطقة إدارية ومخازن للمدافع ومكان تريد للخيل. المسجد يا فندم زي ما قلت لحضرتك أنشئ على الطراز الإسلامي، اشتغل فيه يا فندم اثنين شركة رئيسية ثم 30 شركة فرعية متخصصة في أعمال الإلكتروميكانيك والترصيبات، بالإضافة إلى كتيبة طرق وكتيبة إنشاءات. المسجد يا فندم
تقريبا اشتغل فيه حوالي 30,000 مهندس وفني وعامل. انا يا فندم يعني بنتهز الفرصه دي وبشكر فعلا الشركات المصريه اللي اشتغلت معانا وعاونتنا. انا مش عايز اقول لحضرتك ان الشركات المصريه اللي اشتغلوا موجودين كلهم سواء هنا في الجامع في جامع الفتاح العليم او في كاتدرائيه ميلاد المسيح ان شاء الله اللي سيادتك هتشرفها بعد شويه، اشتغلوا يا فندم تقريبا كل اللي تحصلوا عليه تقريبا 25% من قيمه الشغل بتاعهم، واصروا ان هم يكملوا. طب ما لما سمعوا ان احنا يعني ما فيش اعتمادات رسميه للجامع والكاتدرائيه، دي كلها تبرعات من المصريين، هم كانوا الشركات اول ناس تبرعوا، وهم سيادتك صمموا ان هم ما ياخدوش ولا يتحاسبوا على فلوسهم الا بعد ما يقدموا الجامع والكاتدرائيه هديه لشعبهم العظيم النهارده. وان شاء الله يا فندم باذن الله احنا بعد الافتتاح باذن الله هنكمل بقى جمع التبرعات عشان نكمل سداد مستحقات الشركات المصريه. اتفضل يا فندم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا وارحمكم الله، استقيموا واستووا، اخشعوا في صلاتكم واستحضروا عظمة المولى تبارك وتعالى في قلوبكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. استقيم واستو. الله أكبر، الله أكبر. بسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
إذن أدى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضيف الكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس صلاة العشاء الأولى لهما في مسجد الفتاح العليم، وكان بحضور أيضا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وتابعنا جميعا في لحظة تاريخية أيضا كلمة البابا تواضروس، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، كلمته في افتتاح مسجد الفتاح العليم. وكما قال فضيلة قداسة البابا تواضروس أنه النهاردة يوم تاريخي، ومآذن المسجد تتعانق مع منارات الكاتدرائية التي بنيت أو بنيوا البيتين من بيوت الله، اتبنوا بتبرعات المصريين واتبنوا بأيادي المصريين، صرحين كبيرين. سعدنا بافتتاح السيد الرئيس لمسجد الفتاح العليم، وسنسعد خلال دقائق قليلة لتمتد الفرحة والسعادة ليفتتح سيادته كاتدرائية ميلاد المسيح، ويتشرف أيضا أو يشرف الكاتدرائية بحضور قداس عيد الميلاد. في الكاتدرائية الآن تتواجد زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم. يا دينا، صفي لنا المشهد لديك الآن قبل يعني دقائق قليلة من أن يصل السيد الرئيس لديكم في الكاتدرائية لافتتاحها. رامي، أنا سعدت بشكل كبير جدا وأنا بتابع مراسم افتتاح مسجد الفتاح العليم. الحقيقة أنه هي حالة مبشرة، زي ما قلت برودة الجو رهيبة النهاردة، لكنها مش بتمنع بأي شكل من الأشكال الإحساس الكبير بالدفء اللي احنا حاسينه، إحساس أنه صروح كبيرة وأنه مسجد وكنيسة في نفس اليوم. هي أمور قد تكون بالنسبة للبعض عادية أو أمور مادية، لكنها بتحمل رسالة كبيرة. أنا بكلمك النهاردة يا رامي من كاتدرائية ميلاد المسيح، وكلمة المسيح أو السيد المسيح هو ما يطلقه المصريون المسيحيون على السيد المسيح، ويسميه المصريون المسلمون عيسى بن مريم. لكن في النهاية احنا كلنا بنجتمع تحت مظلة واحدة وتحت مفهوم واحد، وهو أننا جميعا اليوم بنقف، انت في الجامع انا في الكنيسة، وبنحتفل مع بعض بميلاد المسيح. سعيدة جدا باننا مع بعض في هذا الحادث، سعيدة جدا بفكرة انه كاتدرائية ميلاد المسيح يعني رتب وقدر ان يكون افتتاحها في نفس يوم افتتاح المسجد، وده لاننا كمصريين مرتبطين بشكل كبير بدور العبادة. بعض الناس ممكن تقول لك انه في العاصمه الاداريه ابتدينا ليه بالمسجد والكنيسه. الحقيقه ان احنا ابتدينا بمشروعات كثيره جدا، لكن احنا كمصريين عبادتنا بتمارس بشكل يومي، عشان كده رساله كبيره جدا اللي اتقدمت النهارده، وفخر كبير جدا اللي احنا بنعيشه النهارده يا رامي. بالفعل يا دينا، وزي ما انت قلت كمان الحقيقه هو مشهد تاريخي فعلا، وانا سعيد جدا، ويعني السعاده ده يعني جميعا بتغمرنا لكلمه البابا تواضروس في افتتاح المسجد اليوم. اعتقد خلال دقائق ايضا سنستمع لكلمه فضيله الامام الاكبر الشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وهو يشارك في افتتاح الكاتدرائيه التي سيفتتح السيد الرئيس خلال دقائق قليلة. الآن يمكن بيمر موكب السيد الرئيس لينتقل من المسجد الفتاح العليم في اتجاهه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس عيد الميلاد المجيد. تبعد الكاتدرائية عن ما يعني هي عن مقربة، هي على مقربة من مسجد الفتاح العليم، بيفصل ما بينهم طريق يعني يبلغ حوالي 10 كيلومترات. فدقائق قليلة جدا ووصل السيد الرئيس إلى الكاتدرائية لتتم الصورة كما انتظرناها جميعا، الجامع والكنيسة، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. يفتتح السيد الرئيس خلال دقائق قليلة، وأيضا يحضر قداس عيد الميلاد كما عهدنا من سيادته في كل الأعياد الماضية.
الحقيقة على امتداد الطريق اللي كده أثناء ما احنا بنستعد لليوم سمينا الطريق الواصل ما بين المسجد والكنيسة ممر الحضارة، أو الطريق اللي بيربط ما بين مكانين غاليين حقيقي على قلبنا. خليني أشاركك وأشارك كل المصريين اللي بيتابعونا النهاردة أنه كلمة مصر ذكرت في الكتاب المقدس أكثر من 700 مرة، ذكرت بداية من العهد القديم والعهد الجديد، ذكرت بأشكال مختلفة لكن أيضا ذكرت بالبركة، وكان في وعد حقيقي بالبركة. البركة اللي كل المصريين بيقدروها جدا هي الثلاث سنين اللي قضاهم السيد المسيح عيسى ابن مريم في مصر، اللي كان بيتجول فيهم بين وديانها، وكأنه السيد المسيح قصد أنه يزور هذه الأرض يباركها وأنه يرسل فيها رسالة لكل المصريين. بحب جدا الآية من سفر أشعياء اللي بتقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود وشهادة فيكون علامة، وعمود للرب عند تخومها فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. المسيح عيسى ابن مريم هذا هو عيده، وهذه هي كاتدرائيته، كاتدرائية ميلاد السيد المسيح. الكاتدرائية مبنية على شكل أو على هيئة صليب ضخم، والكنائس القبطية بتبنى بثلاث أشكال، إما على شكل دائرة، شكل دائري، أو شكل سفينة، أو على شكل صليب. قدر أيضا لنا أن يكون افتتاح الكاتدرائية اليوم بعد 50 عام من افتتاح الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وإلى امتداد أعوام كثيرة يسعد فيها المصريون بكونهم مواطنين مشاركين ويحيون حياة طبيعية في بلدهم مصر. احنا النهاردة بنحتفل في هذه الأرض اللي عانقها السيد المسيح. الاحتفالية مستمرة مع حضراتكم، احتفلنا بافتتاح المسجد دقائق ونحتفل معا بافتتاح الكاتدرائية، وانطلق قداس عيد الميلاد ونتابعه جميعا. موكب السيد الرئيس يعني يتحرك خلال دقائق قليلة جدا من مسجد الفتاح العليم في اتجاهه الى كاتدرائية ميلاد المسيح. يمكن ودينا بتكلم حضراتكم، شفتم بعض من جمال الكاتدرائية من الداخل، وشفتم روعة تصميم الكاتدرائية من الخارج، الأضواء اللي موجودة في الخارج، الساحة الخارجية للكنيسة، شكل الكنيسة من الخارج، وستستمتعوا أكثر كمان بمزيد من التفاصيل الداخلية للكاتدرائية عقب افتتاحها النهاردة إن شاء الله خلال دقائق قليلة من السيد الرئيس. الآن نتابع المشهد من الخارج ونتابع شكل الكنيسة المقامة على شكل صليب، بتتسع لحوالي 10,000 شخص وأكثر من 10,000 شخص، وشايفين جمال الإضاءة الخارجية وجمال الفن والمعمار الخارجي للكنيسة. من الداخل أيضا نفس الجمال ويمكن أكثر ستتابعونه خلال دقائق قليلة جدا عقب الافتتاح بمشيئة الله، وعقب استماعنا أيضا لكلمة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، المتوقع أن يلقي كلمة كما ألقى قداسة البابا تودروس كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم. مشهد الحقيقة مشهد تاريخي، مشهد جميل، مشهد واحتفالية رائعة، وأن تمتزج يعني كما قال البابا تودروس مآذن المسجد بمنارات الكاتدرائية في ذات اليوم، ويتم افتتاح بيتين من بيوت الله في نفس اللحظة، ده شيء أكتر من رائع. افتكروا حضراتكم كده لو عدنا إلى الخلف 3 سنوات، كان العاصمة الإدارية مشروع مجرد حلم، مجرد رؤية لمشروع قد يتم تنفيذه، والآن نحن نتحدث وقد تم تنفيذه بالفعل، تحول هذا الحلم إلى واقع، تحول إلى واقع بفضل ربنا في المقام الأول، وبفضل أيادي المصريين من المهندسين ومن المعماريين ومن العمال اللي بذلوا جهود كبيرة جدا ومجهود كبير على مدار الشهور الماضية ليتم بناء الكاتدرائية والكنيسة، والمجهود مستمر لإتمام هذا المشروع ليخرج في الصورة المنتظر أن يكون عليها بمشيئة الله. يمكن دقائق قليلة ونشاهد معا موكب السيد الرئيس على ممر الحضارة الرابط ما بين مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، ونتابع معا بعد ذلك افتتاح الكاتدرائية.
والآن مشاهدينا الكرام تحرك موكب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مسجد الفتاح العليم عقب أن تم افتتاحه وعقب أداء صلاة العشاء، ويتجه إلى كاتدرائية ميلاد المسيح ليفتتح الكاتدرائية ويحضر قداس عيد الميلاد المجيد. تتزين مصر الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتزين العاصمة الإدارية الجديدة ببيتين من بيوت الله، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط كاتدرائية ميلاد المسيح، وواحد من أكبر المساجد في العالم مسجد الفتاح العليم. انطلق الآن موكب سيادة الرئيس، وسمر من خلال الممر الذي أطلقنا عليه ممر الحضارة، الرابط ما بين مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، ودقائق قليلة يصل سيادة الرئيس إلى الكاتدرائية ليتم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ويحضر أيضا قداس عيد الميلاد داخل الكاتدرائية. الكاتدرائية كما أسلفنا ذكرا أقيمت على شكل صليب، وهي تتسع لحوالي أكثر من 10,000 شخص، نفذتها أيضا شركات مصرية. وعلى ذكر الشركات المصرية التي نفذت كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، كل التحية لهما لما ذكره اللواء كامل الوزير فيما يخص أنهم أتموا البناء دون أن يعني يتوقفوا عن العمل بالرغم من عدم الحصول على كافة المستحقات حتى هذه اللحظة، وبالتالي وجب التحية لهم لكل الشركات التي شاركت في تنفيذ الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم. الكاتدرائية الآن في أتم الاستعداد لوصول قداسة البابا تواودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضا وصول رئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم رئيس أبو مازن. أقف الآن في أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وأقف الآن في مصر. الحقيقة أنه من الرائع ومن الطبيعي أيضا أن تكون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط موجودة في مصر القبطية، مصر التي عرفت الأديان والديانات منذ آلاف السنين، وعرفت الأديان المسيحية منذ 2000 عام، وعرفت الإسلام من أكثر من 1400 عام، مصر القبطية. أعتقد أنه في أحيان كثيرة بيسأل الناس عن الألحان الكنسية اللي بيسمعوها في الكنيسة، ألحان مثل كيريالايسون. نتابع معا وصول قداسة البابا تواودروس الآن إلى الكاتدرائية المرقسية. من المتوقع أنه كما ألقى قداسة البابا تواودروس بكلمته أمام مسجد الفتاح العليم، ستكرر هذه اللفتة الجميلة ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب كلمة أيضا من أمام كاتدرائية ميلاد المسيح. هي أكثر من مجرد لفتة، إنها محاولة وطريقة للتعبير عن الوحدة. والحقيقة أن الرسائل اليوم صعب إحصائها، الرسائل اليوم كثيرة ومتعددة. تشاهدون معنا الآن لقطات من الخارج لكاتدرائية ميلاد المسيح، الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط كما ذكرنا، واللي بتسع لعشرة آلاف مصلي. حقيقة كان من ضمن الأسئلة اللي بتشغلني النهاردة، هل معقول الناس هتيجي في الجو ده وفي الحرارة دي عشان تحضر افتتاح الكاتدرائية النهاردة؟ لكن أعتقد أنه الكاميرا تقدر توريكم عدد الحضور قد إيه موجود هنا، وقد إيه رغم برودة الجو الشديدة جدا هنا في العاصمة الإدارية وأعتقد في مصر كلها، إلا أنه الجميع حرصوا على المشاركة لأنه بالفعل حدث تاريخي. إحنا بننتظر الآن أنه الكلمة من فضيلة الإمام الأكبر وبيتم الاستعداد ليها. الروح زي ما حضراتكم شايفين
هي روح صافية وهادية ولا يشوبها أي محاولات سبقت من محاولات التعكير. بحب جدا قول ذكر منتابع دلوقتي موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقترب من كاتدرائية ميلاد المسيح. المسافة زي ما ذكرنا لحضراتكم وزي ما ذكرها زميلي رامي أكثر من 10 كيلومترات ما بين الكنيسة والجامع. أن يتم افتتاحهم في يوم واحد هي رسالة كبيرة. الممر ما بين الكنيسة والمسجد سيظل ممر مهم جدا وسيظل أكثر من مجرد رمز. الكنيسة بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإني لسعيد في هذه الليلة المباركة بأن أكون في صحبة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والأخ العزيز قداسة البابا تاودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأشارك في افتتاح صرحين كبيرين بل أكبر صرحين من صروح العبادة في مصر من أقصاها إلى أقصاها. ونحن إذ نتكلم في هذا الموضوع كلمات قليلة أرجو ألا أطيل فيها، أعتبر أن هذا الحدث حدث استثنائي ربما لم يحدث من قبل على مدى تاريخ المسيحية والإسلام، وذلك فيما أعلم. فما أعرف أن مسجدا وكنيسة بني في وقت واحد وانتهي في وقت واحد وبقصد تجسيد وتجذير مشاعر الأخوة والمودة المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين، ما أعرف أن حدثا كهذا حصل قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين البالغي القدر من حيث العمارة الفنية ومن حيث العمارة أيضا التي يحق لمصر أن تفخر بها على سائر الأمصار ويحق لعاصمتها الجديدة أن تزهو على سائر الأمصار. وإني إذ أعبر عن نفسي وعن هذا الوفد الرفيع المستوى من الأزهر الشريف أعبر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكرنا الجزيل على هذا الإنجاز الرائع. وأيضا في ذات الوقت أتقدم لأخي العزيز قداسة البابا ومن خلفه وحوله إخوتنا المسيحيين في مصر وفي خارج مصر، أتقدم لهم بأجمل التهاني بهذه الكاتدرائية الجديدة التي ستقف دون شك شامخة إلى جوار المسجد الجديد مسجد الفتاح العليم في صمود وفي رمز يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن وأيضا بالوقوف في محاولات بعث الفتن الطائفية. ولن أطيل عليكم ولكن لابد من كلمة في موضوع الكنائس فيما يتعلق بموقف الإسلام منها. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم وهو
ملخص فيما يلي: أولا، الإسلام أو دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحيين ولمعابد اليهود، هذا حكم شرعي. وأيضا إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس، والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على إخوتهم المسيحيين، وهذا ليس حكما يأتي هكذا مجاملة، وإنما هو حكم قائم على آية من القرآن الكريم نحفظها جميعا، وإن كان معناها أحيانا وللأسف الشديد يخفى على كثير حتى من المتخصصين. هذه الآية هي التي تكلف أو تأذن للمسلمين بالقتال من أجل الدفاع عن دور العبادة لليهود وللمسلمين وللمسيحيين معا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا مساجدهم هي نفس الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا دور العبادة بالنسبة لغير المسلمين، ومنها الكنائس ومنها المعابد. أيضا ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران من معاهدات ضمن لهم فيها، ضمن لهم كنائسهم، وضمن لهم أن تبقى كما هي، ضمن لهم ألا يقربها أحد، ألا يدخل شيء منها ولا من حيزها في مسجد ولا في بيت مسلم، ضمن لهم أن يضربوا نواقيسهم، ضمن لهم صلبانهم، ضمن لهم كل ذلك، ثم قال في آخر: فمن خرج عن ذلك أو من لم يؤدي هذا العهد فهو خائن لله ورسوله. أخيرا أقول: ليس من العلم ولا من الحق في شيء أن تستدعى فتاوى قيلت في زمن معين وظروف خاصة، مثلا حينما كان الرومان يتربصون بالإسلام الذي هو الدين الوليد الجديد، أو في الحروب الصليبية، أو في محاكم التفتيش في الأندلس، يستدعون مثل هذه الفتاوى التي كانت احترازية ووقائية في ذلك الوقت، ويستدعونها وكأنها فتاوى عابرة على حدود الزمان وحدود المكان، ليفتوا بها اليوم بأنه لا تجوز أو لا يجوز في الإسلام بناء الكنائس. هذا خطأ شديد، واسألوا التاريخ ينبئكم بأن كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام وبعد دخول الإسلام في مصر، وعلى مسمع ومرأة من علماء الأزهر ومن فقهائه منذ أكثر من 1000 عام. لا أطيل، ولكن أكرر شكري سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الإنجاز الرائع، والذي كما قلت يحق لمصرنا أن تفتخر به، وهو يقدم للعالم كله شرقا وغربا أن مصر هي النموذج الأمثل والقدوة في التحاب والتآخي بين الأديان، وبخاصة بين الإسلام والمسيحية، وعلى وجه أخص بين المسلمين وإخوتنا المسيحيين. وشكرا لكل السواعد المصرية الفتية العظيمة التي أنجزت هذين الصرحين في وقت قياسي يشهد له الجميع. كل عام وحضرتك بخير سيادة الرئيس، وكل عام وحضرتك بخير،
والإخوة المسيحيين في مصر وفي العالم كله، والسلام عليكم. ميلاد المسيح اللي تم إنشائها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 15 فدان بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية الحالية اللي في العباسية، وعلى الطراز القبطي المصري. الكاتدرائية فتح بتتكون من دور بدروم أسفل الدور الأرضي، بيشمل كنيسة 9000 مصلي، بالإضافة إلى قاعة مناسبات 9500 فرد، بالإضافة إلى صالونات لكبار لاستقبال كبار الزوار ومخازن إدارية. الدور الأرضي يا فندم اللي ستكون شرفنا فيه دلوقتي ده بيسع 7000 مصلي. الستك 7000 مصلي دول في الكنيسة الرئيسية، الارتفاع القبو بتاعها يصل إلى 28 متر، يعلوه قبة رئيسية بقطر 40 متر وارتفاع 39 متر.
تم تزيين بهو الكنيسة ب 73 أيقونة تحكي حياة السيد المسيح والشهداء والقديسين من المصريين. دور الميزانين يا فندم اللي موجود ده بيتواجد عليه خورس الشمامسة وثلاثة مذبح. اشترك يا فندم في تنفيذ الكاتدرائية 4 شركات مصرية وطنية بالإضافة إلى 10 شركات متخصصة تعمل معها. كان بيعمل في الكاتدرائية فندم 8000 فني ومهندس وعامل. تم تنفيذ الكاتدرائية في 23 شهر اعتباراً من صدور الأمر من سيادتك في الأول من فبراير 2017 حتى انتهت فندم بحمد الله في نهاية ديسمبر 2018. الإجمالي يا فندم عدد المصلين أو السعة الإجمالية للكاتدرائية 9000 مصلي. بيحيط بالكاتدرائية يا فندم على 15 فدان سور من الخرسانة المسلحة بارتفاع 6 متر يتخلله 4 بوابات رئيسية. وأي أمر يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني في البداية إن أنا أرحب بكل الضيوف اللي موجودين معانا النهاردة اللي هم فخامة الرئيس أبو مازن الرئيس الفلسطيني والضيوف من وضيوف من أشقائنا الدول العربية الشقيقة والصديقة. برحب بيهم إن هم يحضروا معنا هذه اللحظة التاريخية. وكمان اسمحوا لي إن أنا أوجه في هذه اللحظة برضو كل التحية والاحترام لأرواح شهدائنا المصريين اللي سقطوا أنا بقول كل المصريين مش هتكلم على الجيش والشرطة والمدنيين من أشقائنا المسيحيين أو حتى في بيت يعني حتى في المسجد اللي هم تم الاعتداء عليه. أنا بس عايز أقول لكم حاجة، اللحظة دي لحظة مهمة قوي، لحظة مهمة في تاريخنا. اسمعوني طيب، اسمعوني من فضلكم، اللحظة دي لحظة مهمة جدا في تاريخنا، لأن احنا لما كنا من سنتين موجودين في الكاتدرائية في العباسية وقلت القداسة البابا ان احنا ان شاء الله خلال العام القادم احنا نبقى موجودين وبنحتفل، واحتفلنا بالمرحلة الأولى. النهاردة بنحتفل احتفال كامل بانتهاء البناء في الكاتدرائية وفي المسجد الفتاح العليم. المعنى اللي احنا بنقصده هنا ان احنا بنقول لبعضنا ونقول لأنفسنا ان احنا لن نسمح لأحد ان هو ابدا يعني يؤثر. انا مش هقول في يعني فتنة طائفية، التعبير ده انا مش بحبه لان احنا مش كده، احنا واحد وهنفضل واحد. فالمعنى اللي احنا بنسجله النهاردة هي شجرة المحبة، هي شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض، محبتنا لبعضنا البعض. الشجرة دي لسه عايزة يتحافظ عليها ونخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما ثمارها تخرج من مصر للعالم كله، اللي هي المحبة والتسامح والتآخي بين الناس وبعضها، بين الناس وبعضها. اسمعوا كلامي،
الفتن لن تنتهي. طيب اسمعوني بس، اللي حفظ مصر، اسمعوا كلامي، اللي حفظ مصر ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي هيحفظها لأجل خاطر أهلها، لأجل خاطر أهلها. أهلها ناس طيبين، اللي هو أنتم كل المصريين ناس طيبين، وبالتالي حفظ. اسمعوا كلامي بس، اسمعوا، أنا مش عايز أخذ الوقت كله من الوقت كله بتاع ما يصحش، ما يصحش، عشان فبقول الشجرة دي هتخرج من هنا المحبة والمودة والتآخي بيننا وبين بعضنا، ولازم تكونوا عارفين إن الفتن لن تنتهي، ولكن اليقظة والوعي. وهنا أقتبس من كلام قداسة البابا وأقوله، 2013 تم الاعتداء على الكنائس، وبعدين لما قالوا القداسة البابا قال لهم وطن، وطن بلا كنائس، وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. الكلمة دي أنا والله ما هنساها لك قداسة البابا. صحيح الكلمة دي كانت بتعكس معاني عظيمة جدا جدا نتوقف كلنا عندها، اللي هو إذا حافظنا على أوطاننا، لما حافظنا على أوطاننا مش بقى بنصلح اللي اتدمر، لا ده احنا بنبني جديد. احنا بنبني 14 مدينة فيها المساجد والكنائس وفيها كل حاجة. يبقى الأصل في الموضوع اللي المعنى العظيم اللي قاله قداسة البابا، إن إحنا عينينا وعينا فهمنا حرصنا على بلدنا، نخلي بالنا منها، نخلي بالنا منها. وأنا بقولها النهاردة كده في قمة الاحتفال الجميل والرائع ده، أيوة ما تنسوش، ما تنسوش أبداً إن أنتوا تخلوا بالكم من بلدكم. لما هنخلي بالنا منها هنعمل بفضل الله كل شيء. أنا مش هطول عليكم، كل عام وأنتوا طيبين، كل عام وأنت طيب قداسة البابا، كل عام وأنتوا طيبين، وعيد سعيد عليكم، وسنة سعيدة علينا كلنا، وكل سنة وأنتوا طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه